بطاقة تعريفية. حققت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية خلال عامي 2013 و2014 العديد من الإنجازات في مجال النقل البحري والبري والسككي، حيث شهدت الهيئة خلال عام 2014 زيادة في إيراداتها الذاتية بلغت نسبتها 77%، كما قامت إدارة مراكز خدمة المتعاملين بتسجيل أكثر من 300 سفينة وطنية، بالإضافة إلى إصدار 879 ترخيصاً للسفن الأجنبية التي تعمل في المياه الإقليمية للدولة. كما سجلت الإدارة بالنسبة لقوارب النزهة أكثر من 3000 قارب نزهة جديد، وقامت بتجديد 5577 قارباً. ولتعزيز الدور الرئيسي للهيئة، تم تعديل مسمى الهيئة من الهيئة الوطنية للمواصلات إلى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بموجب قانون اتحادي. وبناء على الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة، قامت الهيئة بتفعيل قانون النقل البري رقم 9 لسنة 2011، والذي نتج عنه بناء قاعدة بيانات دولية للشركات والمركبات التي تمارس أنشطة النقل البري طبقا للمواصفات الفنية ومعايير السلامة، حيث قامت إدارة مراكز خدمة المتعاملين بإصدار أكثر من 5000 رخصة تشغيلية للشركات و6000 بطاقة تشغيلية للمركبات. وبناء على توجيهات الحكومة الرشيدة بأن تكون جميع المعاملات الحكومية إلكترونية وذكية، فقد بلغت نسبة المعاملات المنجزة إلكترونياً 70%. كما قامت الهيئة خلال عام 2015 بتنظيم ورش عمل لإعداد قانون السكك الحديدية بالدولة، وعملت على تنظيم ورش العمل الخاصة باللجنة الوطنية لإعداد قانون السكك الحديدية لتنظيم قطاع السكك الحديدية بالدولة، والتي نظمتها الهيئة بمشاركة كافة الجهات المختصة من وزارات وهيئات ومؤسسات ودوائر اتحادية ومحلية على مستوى الدولة. وقامت الهيئة بإصدار تصاريح السلامة المطلوبة للسماح لشركة الاتحاد للقطارات أن تبدأ عمليات التشغيل التجريبي، كما أصدر رئيس مجلس الإدارة قرارات بشأن تأسيس المجلس الفني البحري والمجلس الفني البري على مستوى الدولة، والذي أنيطت به عدة مهام غاية في الأهمية، مثل تنظيم وتطوير تشريعات قطاعات النقل البري والبحري والسككي. كما تولت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية متابعة تطبيق دليل أجهزة التحكم المروري لدول مجلس التعاون، الذي تم اعتماده بصفة إلزامية من قبل اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول المجلس، حيث كان لدولة الإمارات العربية المتحدة دور ريادي متميز في الإعداد الفعلي للدليل والتنسيق مع دول المجلس. كما افتتحت الهيئة مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2015 بحضور 6000 مشارك، والذي يؤكد على المكانة